منذ الابتدائية بصراحة الابتدائية كنت ما تبانش في هذاك التفوق بشكل كبير، لأنه الجامعة تقريبا جميع التلاميذ حصلوا على معدل 9 فاصل. أما في المتوسطة بدأ يظهر هذا التفوق شيئا فشيئا، الحصول على معدل 19 في جميع الفصول. هذا الحصول على معدل 19 في جميع الفصول توج في النهاية بالحصول على معدل 19 في شهادة التعليم المتوسط. ومن بعد في الثانوي كيف كملنا في نفس على نفس المنوال، كان معدل 19 في جميع الفصول، سنة أولى ثانوي، سنة ثانية ثانوي، سنة ثالثة ثانوي، وأخيرا توج في البكالوريا الحمد لله بمعدل 19 كذلك، وليس فقط معدل 19 بل المرتبة الأولى وطنيا. تلقيت الخبر عن طريق وزير التربية اللي اتصل بي صباحا. أنا كي داروها كي عرفت وزير التربية سوف يتصل بي، توقعت أن نكون من بين المراتب الأولى. بدأت مشروط بلاقة تتبلور لدي هذه الفكرة أنني نكون المرتبة الأولى، ثم أعلن لوزير التربية الخبر المفرح أنني المرتبة الأولى على مستوى الوطن. طموح حتى نكون باحث أو مهندس في مجال علم الآلة والذكاء الاصطناعي. محمد أمين ماذا به؟ يقرأ هنا في الجزائر ولا يقرأ في الخارج، ومات سيرجع بهذاك العلم اللي اكتسبه للعمل في الجزائر. المسار الدراسي خاصة السنة الثالثة ثانوي كانت ناجحة بامتياز، هذا بفضل مجهوداتي الشخصية ومجهودات العائلة وكذا مجهودات الأساتذة ثانوية العقيد لطفي. وتلقيت الخبر اليوم صباحا عند مدير التربية لولاية وهران ووزير التربية أعلمني أني المرتبة الثانية على المستوى الوطني بمعدل 19.54. كنت أصابر يوميا، يعني كنت يوميا مع الدروس كافة المواد بدون تمييز عن المواد الأساسية عن المواد الثانوية. تخصصات طب أو تخصصات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي. الإعلام الآلي يعني بكل ما يتعلق ببرامج الحاسوب. عندي هواية أخرى متعلقة بالإعلام الآلي وكل ما يتعلق ببرامج الحاسوب. برمجة لست متفوقة وإنما مبتدئة، ولكن تعلمت البرمجة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم تلميذة أولى مطال من ثانوية الإخوة عشي قيس. الحمد لله كان ختامها مسك. فوجئت اليوم باتصال السيد وزير التربية الوطنية وبشرني بأنني متحصلة على المرتبة الثالثة وطنيا بمعدل 19.52، والذي زاد من فرحتي أني تحصلت على في معدل المواد الأساسية العلامة الكاملة 20/20. الحمد لله، فرحة النجاح كانت فرحة هستيرية عارمة قسمتها مع أفراد عائلتي. الشكر يعود للوالدين اللذين كانا هم السند وداعمي ومحفزي طيلة مشواري الدراسي. الشكر لكل الأساتذة الكرام الذين كانوا في كل دقيقة معي في كل لحظة حتى نهاية اجتياز شهادة البكالوريا. ختاما أتقدم بتحية شكر وامتنان لكل من هنأني، وأيضا أهنئ جميع زملائي الناجحين والناجحات في شهادة البكالوريا.